هذا اليوم العظيم الذي يباهي الله بعباده ملائكته في هذا الجمع العظيم يوم عرفة، ويقول: انظروا إلى عبادي أتوني شعثاً غبرا ضاحين من كل فج عميق، أشهدكم أني قد غفرت لهم. يذهب للحاج يوم التروية لمينا سنة. اليوم بعض الحملات الحج تذهب إلى عرفة مباشرة، لا حرج في ذلك، وهذا من التيسير. إن ذهب إلى منى يوم 8 فهو أفضل، يصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، فجر يوم 9 قصرا بلا جمع. هذه هي السنة. ثم عاد يستعد ليوم عرفة، هذا اليوم العظيم الذي يباهي الله بعباده ملائكته في هذا الجمع العظيم يوم عرفة، ويقول: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا ضاحين من كل فج عميق، أشهدكم أني قد غفرت لهم. ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدلو ثم يباهي بهم ملائكته. فأروا الله أيها الحجاج من أنفسكم خيرا، ألحوا على الله بالدعاء لأنفسكم ومجتمعاتكم وأوطانكم وولاة أمركم، وأن يصلح الله أحوال المسلمين، وأن يجمع كلمتهم ويوحد صفوفهم ويحقن دماءهم ويكفيهم شر أعدائهم. أما أن يضيع المسلم يوم عرفة بالتصوير ولا بالجوالات ولا بالذكريات ولا بالكلام والقيل والقال ولا بالأحاديث الجانبية فيمر عليه اليوم ما دعا ما قرأ ما لبى، أي حج هذا؟ ينبغي على المسلم أن يحرص على أن يكون ضنينا بوقته بثوانيه قبل دقائق في مثل هذه اللحظات العظيمة. أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يظل المسلم يدعو لا سيما في آخر ساعة من يوم عرفة، لعل الله أن يتقبله وأن يجعل حجه مبرورا وسعيه مشكورا وذنبه مغفورا ويعيده كيوم ولدته أمه. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، إذا تحقق غروب الشمس يزدلف إلى مزدلفة، ومزدلفة هي المكان الذي يلي منى جهة انصرافه من منى إلى مكة، وتسمى لها ثلاثة أسماء: منى، عفوا مزدلفة، جمع المشعر الحرام، سماها النبي صلى الله عليه وسلم جمعا ومزدلفة، وسماها الله عز وجل المشعر الحرام. فاذكروا الله، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم. يظل في مزدلفة إلى منتصف الليل، ونظرا للزحام في هذه الأزمنة المتأخرة فإن من التيسير الترخيص على الحجاج. وهنا الكلمة للعلماء وطلاب العلم والمفتين أن ييسروا على الحجاج ولا يعيتوهم ويحملوهم على مذهب واحد. ولهذا رخص النبي صلى الله عليه وسلم لذوي الأعذار، كما قالت أم سلمة رضي الله عنها: كنت ممن رخص له النبي صلى الله عليه وسلم في النفر من منى بعد منتصف الليل، فلا بأس في هذا إن شاء الله. وإن جلس فيها إلى الفجر وصلى الفجر فيها فهو أفضل بكل حال. ثم إذا انصرف من مزدلفة ينصرف منها إلى منى، ويرمي الجمرات، يرمي الجمرة العقبة فقط بسبع حصيات. هذا يوم العاشر، يوم الحج الأكبر، يوم عيد الأضحى. يفعل الحاج فيه أربعة أمور: يرمي الجمرة، جمرة العقبة، يحلق أو يقصر، يذبح هديه، يطوف بالبيت. هذه أربعة أمور، وليس بلازم أن تفعل يوم النحر، لا، لك فرصة
والطواف لك فرصة إلى آخر الحج. فالحمد لله هذا من يسر الشريعة، هذا هو طواف الإفاضة. ثم بعد ذلك يظل الناس 3 أيام أو 2 في منى يرمون الجمرات 3، يوم 11 ويوم 12 ويوم 13 لمن تأخر، يرمونها بعد الزوال، كل جمرة ب7 حصيات أمثال هؤلاء، مثل الحمص أو الفستق أو البندق، لا يكبر، يعني لا يكبر الحصى ولا يكبر الله مع كل حصى، أمثال هؤلاء فرموا وإياكم الغلو في الدين. وبعض الناس يفهم من هذا إبليس ولا الشيطان، لا، هذا شاخص فقط، علامة على العهد اللي يأخذه المسلم على نفسه في الحج أن لا يسلك سبيل الشيطان. وقد كان هذا في قصة أبينا إبراهيم عليه السلام، وقصة أيضا بناء يعني وجود هذه الجمرات 3. والحمد لله اليوم مشروع توسعة الجمرات، مشروع إسلامي حضاري عالمي استثنائي تاريخي، جعله الله في موازين ولاة الأمر تخفيفا على حجاج بيت الله الحرام. وأي وقت ترمي، الصباح ولا المساء، فأنت إن شاء الله على أجر وعلى خير. ثم ترجع إلى منى تبت 3 أيام أو 2. قال تعالى واذكروا الله في أيام معدودات، اللي هي أيام التشريق 11 و12، فمن تعجل في 2 خرج من منى يوم 12، مو يوم 11 كما يفهم بعض الناس إنه 10 و11، لا، 11 و12. من خرج من منى قبل غروب الشمس من اليوم 12 فقد تعجل، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، يعني أكثر لمن أراد زيادة التقوى أن يبقى اليوم 3. وقد تأخر النبي صلى الله عليه وسلم اليوم 3، ونحن نحث الحجاج لا تستعجلوا، السكينة السكينة، فإن البر ليس بالإيضاع، أتم المناسك، أدي المناسك بكل هدوء وسكينة، تجد الناس يوم النفرة يوم 12 كأنهم في قتال، كل يريد أن يخرج أولا. لماذا؟ أنت على أجر أيها المسلم وعلى خير وأثواب أيها الحاج، فاستغل وجودك، أخر قدر المستطاع. وبعض الناس يسافر ولا يكمل المناسك، وهذا أيضا خطأ، فإذا انتهى من المبيت بمنى الليالي 3 وتعجل أو تأخر، يأتي للبيت ويطوف طواف الوداع ثم يغادر. قال ابن عباس رضي الله عنهما أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض، تذهب وليس عليها طواف وداع، والمسلم إذا طاف الوداع يسافر، وإن جلس 7 ساعات فلا حرج. بعض الناس يفهم أنك تطوف وتسافر حالا، لا، تنتظر الرفقة الحملة، فلا بأس أن يأتي الإنسان ويبقى ويجلس ويأكل ويشرب ويشتري بعد طواف الوداع، كل ذلك لا بأس فيه، لكنه لا يطيل المكث بمكة بعد طواف الوداع بأن يبيت ليلة أو ليالي، فإن هذا قد يجعل طواف الوداع يحتاج إلى إعادة. هذه باختصار الحمد لله رحلة الحج، وهي رحلة ميسرة، يسرها الشارع،